سلامات ابو رزقه. الله، ازيك يا عم درويش؟ ازيك يا دكتور سامح؟ الحمد لله. يا ابو رزقه، عملت لي ايه فندق الدب؟ قلبت لك عليها الدنيا والله يا عم درويش، بس هي شحه قوي. واحد يعمل ايه بس في الحموضه اللي حاريه بطنه دي؟ ولما الحموضه حاريه بطنك ما تجيلي الصيدليه، هدي لك كيسين فوار زي اللوز بدل ودن الدبه وجوز البطه والحاجات والكلام الفارغ ده. ودن الدبه وجوز البطه والكلام الفارغ ده؟ طب ما انت جاي تشيله وتعبى يا دكتور. لا انا جاي اخد لبان ذكر وحجر جهنم كمان. وحجر جهنم؟ لا 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 جهنم يا مفتري. لا لا انت فاهمني غلط والله. لا لا فاهمك صح، انت عنتيل صراحه، واد عنتيل عنتيل. حابب افوت عليك على الزخانه واخد كيسين فوار. ها سلام. استنى بس يا عم درويش، اخبار اللابتوب بتاعي ايه؟ جميل حلو. هو ايه اللي جميل يا عم درويش وانا باخد رايك فيه؟ الجهاز عندك بقاله اسبوع عشان تغير له كارت شاشه. بقول لك جهاز جميل بس محمد اللي دي محمد بلاوي بلاوي. يا راجل يا راجل، ده انت راجل متجوز يا راجل وعندك بنت على وش جواز. افرض البنت فتحت كده ولا ايه؟ عيب يا راجل. والله انت فاهمني غلط يا راجل. عيب والله فاهمني غلط. عيب والله. والله والله عيب. والله ابدا. ده انت دكتور غريب. لا. والله عيب. عيب قوي يا دكتور سامح. عيب. انا اسف. عيب يا سامح. حاضر. سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا عم درويش اهلا. فلقت انت امبارح، سمعت المصنفات كانت عامله قلق في المنطقه، بس انت عرفت الكوت. كوت كوت ليه؟ انا طول عمري ما اشتغل في السليم، عمري ما اشتغل في حاجه مضروبه. امال قفلت ليه العصريه؟ مكشوف عنك الحجاب؟ مكشوف عني الحجاب. جالي هاتف في المنام قال لي الاجهزه هتاخد برد ولازم اقفل عليها. وبعدين انت شاغل نفسك بالقصه دي ليه يعني؟ قفلت ولا فتحت؟ وانا كنت قفلت على صباعك. حاجه غريبه قوي يعني، حاجه غريبه حقيقي. سلام عليكم. عامه انا معدي لك بمزاجي، انا لو كنت عايز اخليهم يستنوك لما تفتح كنت خليتهم يستنوك، بس انا مراعي الجيره والعيشه برضه. وانا مراعي انك مراعي، وربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يقدرنا على رد جمايلك. اسويش خط كده. دكتور سامح عاوز اللابتوب بتاع شهاب. شال وخلصه له شهاب. لسه ما نعدتش اللي عديه. عشان بتتفرج قبل ما تنقل. قلت لك 100 مره قبل كده، التكمير قبل التفعيص. الله يخرب بيت فقرك. ايه ده شهاب؟ ايه ده؟ ده حته جديده كده استلقطها، هنعمله من وراها مصلحه حلو. ايوه شاب، بس الحته دي يا ابني مش شبهنا. احنا مكتوب على وشنا الصيني؟ ده رزق عم درويش ربنا بعته، هنقول له لا؟ رزق عم درويش ربنا بعته، هنقول له لا؟ ايوه، بس الرزق النظيف ده عمره يعني ما فكر يهوب ناحيتنا. الله يا ابني، الحته دي ما يقلش تمن عن 5000 جنيه. ابيك قلت 5000 جنيه، وتقول ايه بقى الشغب اللي وقعه ب 300 جنيه بس؟ اللي وقعه بكام؟ ب 300 جنيه بس؟ اقول له ان انا هخرب بيت اهلك لو ما قلتليش مين اللي جاب الجهاز ده. والنعمة العظيمة ما حد جابه، ده هو جال لوحده. جال لوحده؟ جال لوحده ولا الواد هيسا جه وزقه عليك؟ اعترفت يا هيسا يا ابن الكلب. طب اسمعنا بس يا عم درويش، انا فاهم. ولا اسمع ولا نيل، انا قلت لك 100 مره قبل كده بدل المره 1000. اللي زي هيصه ده واي حرامي زيه ما يعتبش المحل هنا. مش عرفك بس ان هو سرق يا عم درويش؟ مش ممكن يكون شارب مجهوده؟ يلا يلا احيه. اجري انا، اجري. هات لي منديل انا، هات لي منديل امسح الريال. اجري عم درويش، دي تجاره تجاره، والتجاره حلال معروفه في اي حته. بعدين لو انا ما اشتريتش من هيسا مثلا يعني، ما هو الف شهاب غيره هيشتروا. الف اسم ملطوط، ريحتهم وحشه. يا ابني يا ابني اعمل معروف، انا بحب امشي دغري، ما بحبش المشاكل. عم درويش، الفرخه اللي ما بتنكش ما بتاكلش،
وبعدين يا عم درويش انت عايزني دلوقتي اعمل ايه وانا اعمله؟ هرجعه تاني للواد هيثم؟ يا حبيبي ترجع للواد هيثم؟ ترجع للواد هيثم؟ هقو هقو. انت بتقول انا هقو يا عم درويش؟ بتتريق عليا؟ بقول لك ايه يا غلا؟ شوف البتاع ده يتفتح ازاي؟ لازم نعرف مين صحابه ونردوا له. شوف ما فتحته قبل كده. اه فكيت منه الباسورد وقفلته تاني عشان البطارية. اه وريه. حتة حلوة طبعا. طبعا عجبك؟ ما جايبي. ايوه يعني بس البتاع ده يعني مفيش اي سكة نعرف مين صحابه. بص احنا نقلب بقى، ممكن نبدأ بالفيسبوك. افتح ام الفيسبوك. دكتورة نادية أبو العزم. أهو ربنا ظهر الحق، طلعت دكتورة ونادية بالعزم، اسم فيلل وقصور عم درويش. هتلاقي ست مليانة ومريشة وصاحباتها قالوا لها خلاص يا دكتورة نادية أبو العزم، فداك يا دكتورة نادية أبو العزم. هتلاقي جابت تلاتة غيره. جابت تلاتة غيره أهو، بس هتبلغ عن ده، ولو بلغت عن ده هنبقى كلنا معكوكين. الله يخرب بيتك. بص هنرجعوه، يعني هنرجعوه. رجعوه ازاي وانت واخده كده يا عم درويش؟ انا هاخده افحصه بقى، اطلع منه اي اسم، اي رقم تليفون، اي عنوان، المهم نوصل لاراضي الست الدكتوره دي. بقول لك يا ولا، هي الصور هنا فين؟ الصور؟ هي الصور. الصور برضه هتعرفك العنوان؟ ما تهضمش، بقول لك الصور منين؟ تقول لي الصور منين؟ الصور منين؟ الصور موجودة فين؟ هنا اهو. وريني. ايه الصور اهي. الجاليري. فاكرني جاهل؟ الجاليري. الجاليري. فين؟ في الجاليري. ناس. في الجاليري. ريتني كنت قلت الجاليري. احبك. الله 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 الله. ايه يا نابل بتتلوى كده ليه؟ كيو كيو حبيبي كيو حبيبي. الله يا راجل انت بتقف على بعضك. كيو حبيبي انت اتحبلت ولا ايه؟ كيو حبيبي. يا سين عبوي، تحب اجيب لك الجمبري لوحده والملوخيه لوحدها ولا تحب الغوصهم لك على بعض؟ ايه ده؟ الانطس انطس تتايع الانطس لغواصيهم على بعض. عيني مش هتبطل الوساخة اللي انت فيها دي بقى. ايه انطس دي؟ دي اللي بتعمل لي كل حاجة. بتغسل الهدوم وتطبخ للطبيب. دي الهاوس كير. الهاوس كير. البقين الحمضانين دول تطرطش بيهم على حد تاني لعلمك بقى. طوب ارض المكس كلها عارف المليطه اللي انت فيها دي، وساكتين عليك عشان خاطر شبتك يا نبوي. يا نبوي عيبك. لغوصت ايه ده انت؟ لو لغوصت تروح في ستين ده هتجيلك سكته قلبيه. الله يخرب بيتك. ده جبل، ده جبل يا علا. ده انا محترم وراجل حر. انت راجل ناقص والله، راجل ناقص. ولعلمك بقى الواد شهاب ابنك عارف انك ناقص، وعشان كده ما بيرضاش يبص في خلقتك ومقاطعك، مش عايز يشوفك. بدل ما تعلمه بر الوالدين. بر الوالدين؟ كنت انت حسن تربيته عشان يبرك. انا مربيه احسن تربيه. فعلا مربيه احسن تربيه. احسن تربيه انت مربيه فيها طبعا. لو كان متربي كويس زي ما انت بتقول ما كانش بقى يشتغل في الحاجات المسروقه يا بني ادم. بقول لك ايه، لو عايزنا نتغدى معاك بنتي تيجي تفضل جوه مش عايز اشوفها، فاهمني؟ ده هي اللي طبخه الطبيخ. طبخه الطبيخ مش طبخه الطبيخ، تاخد منابها وتتكل على الله. ولا انت ليك شوف في حاجه تانية يا نبوي؟ لا هو لو ليك شوف في حاجه تانية ده انت تضيع يا يعني. ده انا من جدك الله يخرب بيتك. ولعلمك بقى خليها تخلي الملوخيه لوحدها والجمبري لوحده، عشان انا ماليش في اللهواصه دي. ماشي ماشي يا نبوي. ماشي ماليش حاجه كده 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 كده. تلوى على ايه؟ الله يخرب بيتك. المحل ده مش بتاعي،
ماليش دعوه بالنسخ المضروب والافلام السكس بتاعت عم درويش بتاعت انا الافلام السكس بتاعت انا طب باشا كنت ادور عليه وسعيكم طب حرام عليكم بحال ملوش ذنب انا في العاده مش هشوفكم على فكره ايه البصه دي؟ ايه دي؟ الحادق تسلم ايديك يا انطس انا سايبك ساعه بتقلب في الموجز يا واطي يا واطي انا بحاول الاقي حاجه تدلني على اصحاب البتاع المسروق ده طب ما تسيبني اقلب معاك لم نفسك يا نبوي لم نفسك بدل ما لمك عليا النعمه ما كنت بخاف من ابويا قد ما بخاف منك